نفسك يا ديسري، ولو افتكرتني بقر اللي فتح. خير يا ست الكل. تعالى يا ديزي، قالوا لي انك هنا من بدري، امال غطسان فين؟ والله يا استاذه كان عليا الظهر، رحت الجامع لقيته لسه ما اتدنش، فقلت قايل شويه صحيت بعد العصر. وصليتوا؟ لا، اصل النوم بنقض الوضوء، فقلت اصليهم الاثنين قضى ان شاء الله. اها، وحد يعمل اللي انت عملته ده؟ معلش يا استاذه بقى، بحب حضرتك، قصدي انا بحب اعمال حضرتك واحفظها كلها والله. طب خد دول. ايه دول يا استاذه؟ دي حاجة بسيطة عشان خاطر العلاج. شيل فلوسك يا استاذه بعد اذنك. يا استاذه انت ما صدقتي. الله، دي كده عزومة مراكبية. لا والله يا ابني، والله العظيم ملوش ذوق. في مثل بيقول علمنا اصطاد وما تدينيش سمكة، وانا يعني شغلانة الدوبلير دي يعني مش جايبة همها على الاخر يا استاذه. يوم وعشرة لا. فالخدمة اللي سيادتك ممكن تخدمها لي انك تشوفي لي شغلانة ثابتة، تبقى عملت معايا فوق الصح. ادخل. مساء الخير يا استاذه. معلش، الواد السواق اللي انا كنت وعد حضرتك بيه اشتغل مع ناس ثانيه ومرتاح معاهم، فاستاذن حضرتك بس معلش يومين بالعدد، مفيش اكتر منهم، وهكون جايب لحضرتك سواق تاني غيره. ماشي يا تامر، شكرا. تحت امرك يا استاذه. لا اله الا الله، وعز الجلال تلا استاذ امي على طول تقول عليا انت مولود في بورنس ومرزق. يعني سيادتك بتدوري على سواق وانا واقف قدامك؟ وانت بتعرف تسوق؟ بعرف اسوق يا استاذه. حضرتك شفت فيلم السرعه والغضب؟ ايه السرعة والغضب ده؟ السرعة والغضب استاذة بتاع فان ديزل والصخرة، فيلم فاست اند فلوريست في الرياسة. فاست يا استاذة؟ لا ما شفتوش. لا وانا لسه ما شفتوش، هنشوفه سوا ان شاء الله. استاذة انا في ما ممكن اروح اسكندرية مرشدير، معايا رخصة درجة أولى. هستلم الشغل امتى؟ لا والله. أنا عايز قصة الفيلم. الظاهر ان انا عرضتها زيادة عن اللزوم. كده احنا خلصنا الجزء السابع من فاست اند فلوريست، ندخل بقى في الجزء الثامن من فاست اند كاتافاست. لا يا عم كفايه، والله العظيم انا مصدقاك، انا ده بقى هشوفه في السينما. طب بما يرضي الله، بامانه ربنا عمرك شفت ركنه دي في فيلم امريكاني؟ ركنه ايه يا ديزل؟ ده انت كنت هتموتنا. هموتك بعد الشر عليك يا استاذه، بالعكس انا السواقه دي كلها عشان اطمن حضرتك. لا الله يطمنك، والله ضحكتني وانا ماليش نفس اضحك. الاستاذه دنيا الصياد ملهاش نفس تضحك. امال مين اللي هيبقى ليه نفس يضحك يا استاذه؟ اشمعنى؟ على اللهم لا حسد خمسه وخمسه في عينيا، ربنا مديكي كل حاجه. انت بتحكم على الناس من بره يا ديزي. والله العظيم من ابسط نعم ربنا عليكي، واحده زي اختي دي ما تحبش حاجه في الدنيا زيك، يعني لو عرفت ان انا قابلتك فيس فاصون، يعني اتقابلنا كده في الحقيقه والمسافه دي بيني وبينك. وربنا تعمل لي مقام. ايوه، ازيك يا عفاف؟ نسوان؟ نسوان وانا في البيت وامك جوه؟ هي ناقصه نجاسه يا شرده يا بنت الكلب، دي النجمه دنيا الصياد. اقلعي النجمه عشان تتاكد. اقلعي يا ديز الكابتشول. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هدي في حد ذاتها نعمه لا تباع ولا تشترك. نعمة هي ديزي الدغم عليها. حب الناس من الصدمة، عمرها ما شافت بيومي في وضع الحقيقة، ما بالك بقى انها شافتك. شافتني ايه؟ بقول لك اغمى عليها. مستهونة بنفسك انت يا نجمة. بنت عفاف. يا بنت ايوه هي يا بنت. استهدي بالله يا نجمة. اتعلمت رشتي ده اللي هيخلينا انا اللي يغمى عليها دلوقتي. امال هي هتفوق ازاي؟ انا عارف هتفوق ازاي. عفاف. عفاف. امسك يما البصلة. انا هجرب حاجة دلوقتي. لو ما فقتش اقلعي شبشب. ماشي. او
اختي وانا عارفها ما تفوقش غير بالطريقه دي. منورانا يا بنتي والله. ميرسي ده نورك. الله دي صورتي. شايفه العيشه؟ معلق لك صوره اكبر من صوره ابوها وامها. ايوه يا بنت هي بجد؟ اه يا لهوي. انا قد ما بنت زينب تتوب وتعطس. قسما بالله العظيم يا اما نفت مرتين واحنا جايين في الطريق. انا مش مصدقه. انا حاسه اني بحلم. ده انا والله العظيم اللي مش مصدقه كل الحب ده. سيب ايدك يا بنت لا جالها حساسيه ده مش زينا دي. مش حسيب. طب بقول لك ايه؟ خديني معاك اشتغل معاك اي حاجه، ان شاء الله ممثله زيك. واخوكي هيوافق؟ ده انا اكسر دماغها. عايزه تمثلي وتجيبي لنا العار الناس تقول عليها ايه؟ طبعا عم فرصه سعيده جدا. لا مؤاخذه يا استاذه والله ما اقصد يعني بس ده منظر ممثله. ما حصلش حاجه. ولو انت ما عندكش مانع وانت نفسك تشتغل انا اكون مبسوطه قوي انك تبقي معايا في البيت. ده من دلوقتي ورجلي على رجلي. لا لا بكره ان شاء الله بكره. فرصه سعيده. هلا يا استاذه. بعد اذنك. ايوه طيب. ابنك الواطي اتصل بيه على المحمول يعمل لي بلوك. انا ابنك يبلغني. معلش يا مبطئ اصله مشغول شويه اليومين دول. مشغول فين ما هو؟ لا ايه في ايه؟ دنيا دنيا الصياد الممثله. انت يا مبطئ. انت يا بنت. انت يا مبطئ. انت يا مبطئ. ايوه ايوه ياما فيه ايه؟ افهم من هنا يا بنت. هيكون من يعني ياما؟ الممثله دنيا الصياد. دنيا الصياد مين؟ الممثله تحت اليومين دول ام حسن وانت عجلة هو عجلة. ما ينتم منك يا مبطل. هي الحرب قامت ولا ايه؟ قمر يا دنيا. يلا اعملي بوس البطل. بصي كده اهو. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مبطل. في ايه يا دي؟ في كارثه يا استاذه كارثه. اهل منطقتي وانا اضرب ايهم. نص شباب المنطقه مسجلين اجرام والنص التاني متابعينك على الانستجرام. بس ما تخافيش خليكي هنا. ولاعب بنزين 80 يا مبارك. حفظتي؟ انا لو علي حفظت لكن انت بقى لو رجعت في الكلام اعيش لك خدام. احنا مش في طابونا. عايزين ايه؟ عايز اشوفهم. يا حب حياتي. حياتك؟ انت حياتك خلصت من زمان جاي تفتكر حياتك دلوقتي. الاجريه دي ديزل فيها يا جدع. هو احنا هناكلها؟ وربنا انا النهارده بس عرفت ابوك سماك بهيج ليه. يا جماعه العتب على الناظر. انا دخلت عندهم لقيت واحده حواجبها هي ودنيا نتفه واحده افتكرتها هي. ايوه هي نفس الحواجب بس البودي مختلف. يا استاذ ديزل بعد اذنك طلعنا. يا راجل ده احنا حتى اهل منطقه الواد ده بس انت مصري. يلا اصبر تشوهوش سمعه الكتكات. الكتكات ما فيهاش تحرش. ياد يا اسامه شغل الحكاكين اللي بتعملوا له اول يوم العيد في جنينه البساط مش هينفع مع ضيوف. طب بص هنشوفها ونلفتها. يا مصريين يا مصريين افهموني يا ناس اسمعوني. انا واحد منكم حاسس بيكم. عارف ان نصيه ما اتجوزش. عارف اننا تعبانين بس واحده واحده. شوفوا الهند بدات من الهند بدات من تحت. ده انا اللي نفسي اتكلم عليكم. مش هي دنيا الصياد دي فيها شنب منها بس. ازيك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ خلاص يا بابا. ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ زيك. ده الحكاك الكبير. ايوه هي دي مصر. هنمسك نفسنا هنتجوز كلنا. هنمسك نفسنا هنتجوز. بس يا استاذه انت تعرفي لعبت اللباس بول منين؟ ايه اللباس بول ده دي؟ اللي هي كرة القاعدة. انت مالكيش في الانجليزي ولا ايه؟ خير اللهم اجعله خير.
ان شاء الله بيت سيادتك اكبر من مدرسه الأرمان. لا ده مش بيتي. امال ايه ده، ملجا ده ولا ايه؟ لا مش ملجا، هبعت لك عنوان بيتي في مسج بالمواعيد. شكرا يا ديز. ده شكرا لك انت يا ست هانم على الشغلانه الحلوه وعلى زيارتك لينا. تصبح على خير. الحمد لله على السلامه. مفيش عشاء ولا ايه؟ ولو قلت لك ان احنا عايزين دنيا، لا هندفع يا راغب. انا مش هكررها، يا ريت. بس صدقني الرقم المعروض واو، كان لازم تسمعه. برضو لا. اوكي راغب. هلو دونز. هاي هاي هاي. والله كنت هزعل لو ما كنتش شفتك قبل ما امشي. يا اخي يا ريتك كنت زعلت. اخف دم في الدنيا يا دنيا. وانت دمك يلطش باشا يا دونز. راغب فكر في اللي انا قلت لك عليها. لو تعرفي اللي دمه يلطش ده عايز يدفع فيكي كام وترجعي؟ طب ما تسيبني ارجع وهو تستفيد بالفلوس. كان زمان يا حبيبتي. فرقت ايه دلوقتي عن زمان؟ زمان كان فارق معاك تعيشي، دلوقتي لا. قصدك زمان كنت عايشة، دلوقتي لا. اديني مضيت حضور، ممكن امشي؟ كان انا غلطان ان انا كنت عايز اشوفك. واديني جيت يا راغب. مش فارقة. مالك يا بنت مخطوفة كده ليه؟ شايف البيت؟ يا لهوي، شايف التلفزيون كبير ازاي؟ دي أصغر شاشة عندها يا بنت، ده عندها سيما صيفي في الجنينة، ودي بتروح سينما زينا بيجيبوا لها الأفلام لحد عندها. عندك حق، هما كل الممثلين كده واكلينها ولعة. أهلا وسهلا، اتفضل العصير. زيد فضلك. تعيش. ما تعرفناش. أنا بدر الديزل. كنت دوبلير ويل سميث في أمريكا ودلوقتي دوبلير محمد رمضان في مصر. أمريكا مرة واحدة؟ هما ليه؟ أنا اللي مغير الأكشن في مصر الخمس سنين الأخرى لو أنت ملاحظة يعني. لا ده أنت حكاية. الحمد لله. أنت بقى تحكي لي من أولها لغاية الأستاذة ما تنزل. وامك طلعت اكلت ام حسام وباعت ذهبها وسافرت امريكا بجواز سفر مضروب باسم جرجس يوحنا ميخائيل كيريوس. يعني حتى بدي كنت دوبلير، سافرت باسم غير اسمي ودين اهله كان غير دين اهلي، وبدات في امريكا من تحت السلم، كلت من الزباله خالت ام حسام. في مره كده واقف في الشارع لقيت واحد خارج من نايت كلاب سكران، كان ويل سميث. خدته سددته لحد عربيته وحتى استنطق وطرطش على بنطلونه. المهم قلت له ويل اقف جنب اخوك، انا الدنيا حاطه عليا هنا في امريكا واللون بيحن يا جدع. المهم قال لي يا انت شكلك شقي، هشغلك معايا دوبلير هنا. وشغلني فعلا دوبلير اول يوم بهرت المخرج، وعرفني على ايدي ميرفي برضو ممثل شبهنا بس اغمق حبتين، والدنيا حلوت وزهزهت. واشتريت بيت على النيل في امريكا، كنت جري حانا والناس كل النجوم دول كانوا في نفس المنطقه، منطقه خاصه بالنجوم بس. هوب الحكومه طبت عليا وعرفوا ان ورقي مضروب ورحلوني على مصر، حتى القرشين اللي جمعتهم ما لحقتش ارجع بيهم. انا مش زعلان اني اترحلت،